واش ناس واش مغطي والبرد هذا والبرد هذا راه البرد هذا يا بابا الا تصغر نقول لك هالنهار هارو بوسع راه ما سكت كلبك على ربع الاخوان على ربع الاخوان اللي بان لي ولد يا من الله يكفيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم إخواني أخوتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. قبل ما نبدأ الموضوع ديالنا اللي أول مرة يشوفنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد. إخواني أخوتي الكرام، والله القسم إلا التبوريشة، أنا بقى في الأب ديال الحسين، الطفل ديال الحسين إخواني المشاهدين وكريم. المهم بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا لا فيديو مباشرة من مدينة زاغورة. يتحموا إخواني المشاهدين من قلب منزل الطفل وكريم اللي قاتل في الشتوكة، أيتبها يا رب العالمين ترجعوا لوالديه سالم غانم يا رب العالمين. راكم شفتوا الحاجة اللي قلتها لكم البارح إخواني أخواتي الكرام، أنه واش كالي واش شارب واش لابس واش ما عرفناش واش عريان واش ميت ولا حي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهضرة اللي قلتها أنا يا البارح قالها الأب ديالو. والتبوريشة إخواني المشاهدين، عمامه خايفين مفعفعين، العائلة ديالو خايفة مفعفعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عرفناش حنايا هاد الشيء، هاد كثرة الاختطاف، ولو يخطفوا عاين باين، ولو إخواني المشاهدين يديو الطفل أوينا الأخيرة. شتنا واحد الفيديو اللي دار واحد الضجة كبيرة، أنه واحد الأم كانت تمشى بواحد الطفل ديالها، حتى نتفاجأ أنه واحد السيد تخت لها غير بشوية ويعني وده لها صحة من اليد ديالها إخوان المشاهدين. وهذه واحد نصيحة للأمهات اللي متتبعين قناة سيمو جيرماني فلوغ، أنهم يحذيو ولادهم، حذيو ولادكم، حذيو ولادكم. أنه شتو أن الحي كما غادي تشوفوا معايا دابا، أن الحي ديال العائلة الحسين شتوكا ايتباها، انه حي شعبي ما عندوش فين يمشي الطفل، يعني غير تمايا ما 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 واحد الحي في الشكل، يعني ما عندوش فين غادي يمشي، ولا شي واحد هزو سرطاس والارض مع الاوينه الاخيره انه خرج من عند عمو، عندهم واحد الجبيبان من اللور، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. واش ما بقاش فيكم هاد العائله؟ واش ما بقاش فيكم هاد الناس؟ اين هي القلوب الرحيمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله كانوا بزاف ديال الجمعيات باغين يدخلوا والصحافة يدخلوا، ولكن من الآونة الأخيرة أنهم ما استقبلوهمش باستقبال زين، ما استقبلوهمش استقبال زين، يعني بقاو يبينوا لهم باش يمشيوا من الدوار، باش العائلة ما بقاتش يعني ما تعطيهمش معلومات صحيحة، مع العلم أنه شكون آخر الصحافة ما كتعطيش للصحافة كما نقولوا ما كتعطيهمش المعلومات الصحيحه. الدوار عاوتاني تما ما كانش اللي يساعدهم، كل شيء ساكت. اين هو الحسين؟ الله اعلم. واش سرطة الارض؟ المهم الحمد لله هذا هو الجديد اخواني المشاهدين، وان شاء الله يا رب العالمين يولي كما نقولوا العائله ديالو سالم غانم. وبالنسبه اخواني المشاهدين، ان الشرطه العلميه والتقنيه ودايرين الكلاب المدربه كما نقولوا طائرات الدرون، انهم راهم يتموا اي واحد شكوا فيه راهم يتموا التحقيق معه، وفي حاله اعتقال حتى يعني حتى بنادم يقر بهذا المفهوم هذا. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، تضغطوا على زر الجرس باش تكونوا جديد. شوفوا معايا هذا الفيديو، والله لا تبوريش اخواني اخواتي الكرام، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، انا من العائله ديال طفل الحسين وكريم اللي تعرض لحاله اختفاء يعني نهار 17 في الشهر المنصرم.
يعني دابا راه 20 يوم على الحالة ديال الاختفاء ديالو ومازال ما كاين حتى شي جديد. السلطات يعني راه خدامة وكتقوم بالواجب، يعني التحقيقات يومية يعني مع العائلة ومع الأقارب ومع الناس المشتبه فيهم. يعني راه كتبحث يعني ماشي غير في المكان ديال دوار أيد حمو، يعني راه كاينين الناس اللي جاوا من العين ومن تليوين ومن بلايص أخرين اللي هما مشتبهين في القضية، راه داروا معاهم تحقيقات وكيقلبوا على يلقاو شي خيط اللي غادي يتبعوه باش توصلهم للحقيقة وغادي توصلهم للطفل حسين باش يلقاوه، باش يبردوا الغليل اللي كاين في النفوس ديال الوالدين ديالو والعائلة ديالو اللي عايشة في حالة يرثى لها لحد الآن يوم بعد يوم كتنتظر يعني الفرج والفرح يجي من عند الله باش أنهم يلقاوه في حالة سليمة ويرجع لهم كما كان إن شاء الله. واللي نبغي نقوله حتى هو نشكروا السلطة اللي قايمة بالدور ديالها على أتم وجه من نهار الأول ديال الاختفاء ديال الطفل إلى حد الآن. يعني راه كاين الاتصالات ودائما كيخبرونا يعني بالجديد ديال القضية وكذا إلى كان، وكنشكرهم وكنشكر جميع السلطات والصحافة اللي واقفين معنا منذ بداية الأزمة إن شاء الله، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، أنا هو الأب ديال الحسين وكريم، راه مازال ما بان لنا شي أثر. الله يكثر فيكم اللي بان لها ولدنا، الله يرحم والدينا بلا شي أثر يعلمنا، الله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم، الله يرحم الوالدين. شي واحد إلا بان لها شي أثر ولا شي حاجة يعلمنا، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. كاينه كاع الناس الحسين وكريم الحسين، الله يجزيكم بخير وتنوفا والو، الله يجزيكم بخير وانا تزار وانا يسيكم نيوفا لك المعدومة على حد الدين. الله يرحم والديكم، الله يجزيكم بخير. هاتوا ورا نقول هاتي المريضة، الله يجزيكم بخير وانا تزار لك المعدومة يا وانا تشيل هاد كيس زوج لحنين يا صدر ربي يا صدر ربي تراتيبي. السلام عليكم الاخوان. انا عمي الحسين واكري اللي اختفى منذ 20 يوم، هادي من نهار 17 اليوم 4 شهر 11. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. اللي بان ليه شي حاجه ولا بان ليه شي اثر يعلمنا ولا يعلم الدرك السلطه، راه هي حتى هي خدامه باقا خدامه معنا. الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير. شوفوا غير من حالتنا الاخوان راه كلشي غيبان لكم عام من الصوره، ودوك الاشاعات وداك الشيء ديال العم وداك الشيء ديال راه ما كرهناش نوصلوا حنا غير للحقيقه. الحقيقه اللي كتهمنا هي نوصلوا ليها، راه مازال ما كاين حتى شي جديد. والله يكثر خير الدرك والسلطه راه باقا خدامه معنا. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، وشكرا. السلام عليكم. انا خديجه من الحسين وكريم بنت عم المختفي حسين وكريم. شفتو حالة ديال الأب ديالو وديال الأم ديالو، يعني في حالة الله لا عالم بها. كنتمنى إلا شي حد شافو في شي بلاصة ولا عرف عليه شي حاجة يتصل بينا. داك الشيء ديال إشاعات هو كاين في هنا كاين في هنا، باقي ما بان ليه شي أطال، باقي ما عرفنا عليه والو. داك الشيء كلشي إشاعات. اليوم 4/11 باقي ما بان لي والو، باقي ما عرفنا عليه واش باقي حي ولا واش خطفو شي واحد ولا، باقي ما عرفنا عليه والو. كنتمنى اللي شافو واللي عرف عليه شي حاجه يتصل بينا. شفتو كما كتشوفوا الاب ديالو وام ديالو محروقين عليه. السلام عليكم. انا العم ديال الدري اللي تخطفها، انا العم ديال الدري اللي تختفى لمدة 20 يوم هادي، ومازال ما شفنا عليه حتى شي اثار ولا شي اخبار، ما غير اللي كنسمع عليه وضاق. راه ماشي معقول هادشي اللي ما عارف عليه حتى حاجه باش يفيدنا، يجي اسم يورينا فين كاين ولا يعطي شي بون يتعاون معنا بلا ما يبقى يزيدنا غير في المشاكل ويزيدنا بركه. يكفينا اللي فينا، الله يجعل البركه. والله يجازيكم بخير، اللي شافوا يبلغنا ولا يبلغ الدرك. الله يرحم الوالدين، ما الدرك مساكن عطاو مرة خدامين معنا، الله يجازيهم بخير. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم الاخوان. هانتوما الاخوان باقي كنشوفو في الحالة، المعاناة ديال الدري راه باقيين، لا اله الا الله.
بغينا نتوصلوا للحقيقه، ما كرهناش دابا دابا دابا، والله ما كرهنا، غير نسترحوا ويسترحوا قلوبنا ويسترحوا راه الماكله ولا النعاس ولا بنادم يشوف غير من الصوره، ما تحتاج ما تقول لي يعني. الله يجازيكم بخير على الاخوان اللي بانت لي حاجه او اللي عارف عليه شي حاجه يعلمنا، ولا يعلم السلطه، راه السلطه باقي خدامه، الدرك والسلطه راه باقيين خدامين، الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير. كنتمنوا نوصلوا للحقيقه ان شاء الله في اقرب وقت. الله يعطيكم الخير والله يكثر خيركم وشكرا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا.